في ذلك اليوم يقول لك ما تخلي رنت التليفون ست الحبايب يا حبيب وماله بقى حلو جميل، ما في ذلك اليوم يغنوا لها يهيصوا لها. الست اللي قاعدة ده في حاجة كده يقول لك تعالى أنا معلن عن وظيفة. إيه الوظيفة؟ لازم الأول تتوفر فيك شروط هذه الوظيفة، وهو إنك تكون حامل دكتوراه في الطب، وتكون حامل دكتوراه في الاقتصاد، وتكون حامل دكتوراه في الفندقة، وتكون حامل دكتوراه، ويقول لك كده هون. وبعدين هتشتغل عندي 24 ساعة لمدة 365 يوم في اليوم اللي في السنة البسيطة، 366 يوم في السنة الكبيسة مفيش أجازات. أنت تحت الاستدعاء بالنهار وبالليل، ويفضل يقول له شروط الوظيفة. والراجل اللي متقدم أو الست اللي متقدمة في غاية العجب، ما هذه الوظيفة اللي ما فيهاش راحة وكذا إلى آخره. وبعدين كله ده هو، فيقول له طب ماشي هاخد كل الدكتوراهات دي وهعمل كله ده وهبذل كله ده، هتديني كام؟ كام 100,000 جنيه في الشهر علشان اشتغل الشغلانة الخطرة دي؟ قالوا لا ده انت هتشتغل ببلاش. قالوا له انت مجنون اشتغل ببلاش كل اللي انت بتقوله ده؟ قالوا ما في غيرك وافق، ومش واحد ولا اتنين، ده في كتير وافقوا. قال له ايه ده ازاي؟ مين اللي وافق ده ورهوني. قال له الام عايزة تبقى طبيبة علشان الواد لحسن يحصل له مغص وتعمل مش عارف ايه، وتجري بيه امتى وما تجريش بيه امتى، وسخن وبتاع. الام بتدبر البيت، الام هي اللي بتطبخ وبتعمل الفندقة بتاع كله ده، الام هي الله ده صحيح. قال اه صحيح. بقى الست دي ما انتش عايز تفرحها بهدية بأغنية بدعاء بكذا إلى آخره. إذن فالأم لها مكانة في الإسلام، مفيش مانع إن أي أمة من الأمم تعمل حاجة موافقة لديننا ناخدها منها.